طيب نروح برضو الناشئين اليد. احنا قلنا الناشئين مواليد 2000 و2002 مهمين جدا. ليه؟ لان اول ما بيحصل اصابات لا قدر الله، بيحصل حاجه على طول الكابتن عاصم حماد المدير، كابتن طارق محروسه المدير الفني للفريق الاول لكره اليد، بيجري على طول ياخد من الفرقتين دول. ليه؟ عشان يدعم بيهم ويكمل الدنيا. طيب الفريق 2002 بقياده هشام عبد الوهاب ميشو قدر يفوز على اصحاب الجياد بنتيجه 36-26. احنا كده بنتصدر المجموعه برصيد 15 نقطه. هنلاعب الاولمبي يوم الجمعه الجايه في صاله الاهلي باذن الله. كل التوفيق طبعا للفريق وكابتن هشام عبد الوهاب.